تفضلوا تفضلوا تفضلوا، فيكن ترتاحوا هنيك يا شباب. جانبك رح يقعد من هالجهة وانتو بتصوروا بسرعة لو سمحتوا. ممتاز ممتاز. أنا اتصلت بجانبك لا ينشغل بالكن، وهو على الطريق جاي لهون، وتواصلت مع القناة كمان، رح يزبطوا موضوع البث والتوقيت، يعني ما في مشاكل وما رح نستنى كتير. طيب وصل. مرحبا. أهلا وسهلا، تفضلوا. أهلا فيكي جان، أنت فوت ارتاح شوي إذا بدك. لا لا ما في داعي، كل شي جاهز هنا. جاهز جاهز، يلا اطلعوا. طيب. مين بده يجينا هلأ؟ ميسون، افتحي الباب. ميسون، رح افتح رح افتح يا خانم. ايه مرحبا. مين اللي اجا؟ انا فتون. انا يا الله شو بده هاد هلأ؟ فتون اسمعيني. شو اللي جابك لهون؟ قلتلك ما بدي شوفك. فتون بترجاكي اسمعيني، تعي معي. فتون في شي لازم نشوفه مع بعض انا وياكي. ميسون شغلي التلفزيون. فتون لو سمحتي يلا تعي. يلا بسرعة فتون. ما بعرف شو بده. ها إذا جاهزين خلونا نبلش يا جماعة، تفضلوا. يا جماعة أنا بالبداية حابب أني أتشكركم كلكم على حضوركم هذا المؤتمر. بعرف أنه الكل عنده إشارات استفهام كتيرة بعد آخر موقف سمعتوا فيه، والسبب وراء أني جمعتكم بهذا المؤتمر هو لجاوبكم على استفساراتكم. كان لازم أني أقوم بهالتصريح الصحفي مشان سد الطريق على كل الإشاعات اللي بدها تنحكى. يا جماعة مثل ما بتعرفوا أنا ورفيف تزوجنا من فترة قريبة وكنا مبسوطين كتير بهذا الزواج، وطبعاً قضيت أنا ورفيف أيام كتير حلوة. يا الله يا خانم، الله يوفقك لا تبكي. وهلأ يا جماعة حابب أني إلكم إنه طول فترة زواجنا ما بدر من أي طرف أي تصرف نابع عن قلة احترام. بس هلأ وصلنا للنهاية وقررنا أنا وياها إنه ننهي هالزواج هاد. جان، الحكي اللي قلته كان مزح. جان، أنا ورفيف رح نتطلق بأقرب وقت، ومشان أقطع الطريق على الإشاعات يلي كانت رح تطلع حبينا أنه تعرفوا مننا قبل أي حدا. أنا بتشكركم كلياتكم كمان مرة على حضوركم اليوم، شكرا. جانبك ممكن تفاصيل أكثر لو سمحتوا؟ بس ثاني هذا الشيء بدك تقوله. جان لوين رايح؟ إذا بتريد جانبك هادوا يا جماعة، أنا رح أبعت تصريح خطي لكل الصحفيين، ما تقلقوا أبدا. رفيف أمي ما بصير الصحفيين يصوروا فيه وأنت هيك. يا جماعة لو سمحتوا شوي شوي على رفيف خانو. وشو شعورك حاليا لما سمعتي هذا الخبر؟ كرمال الله لا تبكي، ما بيستاهل. لا أنا ما عم صدق، ما هذا جنبه ماسك إيده، معقول؟ شو هالمسخرة؟ فتون بعد عني. بعرف إنك متضايقة ومقهورة كتير، بس هذا جان وهي تصرفاته أنت صرتي بتعرفيه منيح. لك مراد ممكن تروح من هون بقى؟ مفكر عملت جان هلأ رح تغطي على عمايلك وكذبك علي؟ انت الاثنين اضرب من بعضكم.
عم تحطيني بنفس الكفة معه؟ مراد أنا عن جد ما عاد عندي طاقة أتحملكن. أنا كتير تعبانة، لو سمحت روح من هون، لو سمحت. كيف بدك يعني أتركك وأنت بهالحالة هي؟ لك مراد ليش ما عم تفهم؟ حلو عني بقى، أنا تعبت وما عاد فيني، لو سمحت اطلع. يا خانو بوس ايدك حاش تبكي. ميسون عن جد انا تعبت وما ضل عندي طاقه لاتحمل، فهمتيني؟ لك راح وخطفني من العرس وخرب لي حياتي، وبعدين بيطلع على التلفزيون هو وياها، انا راح جن وما عاد فهمت شي. انت هلا لا تبكي يا خانو، خلص انسي. انا قايمة افتح. استني ميسون، استني دقيقة، بيكون مراد، لازم روح وحاكي وفهمه انه انا ما عاد بدي اياه. جان ولك انت بأي عين جاي لهون؟ كيف لك عين تجي بعد اللي سويته فيني؟ فتون انت شو عم بتقولي؟ ما شفت التلفزيون؟ بلا شفته، انا شفته كتير منيح كمان. لا تخاف جان، روح من هون، اطلع من حياتي بقى، رجع لعند مرتك. ماشي؟ انت ما فيك تلعب فيني بهي الطريقة جان، ما فيك تلعب فيني. فتون افتحي الباب بسرعة وبلا ولدنة. فتون افتحي هذا الباب، انت على شو تفرجتي؟ ما عم بفهم. افتحي الباب يلا. لكن انا من حياتي بقى. لك افتحي الباب خليني اشرح لك. افتحي الباب يلا. لك جان نلع واطلع من حياتي. انت قد هذا الحكي؟ انت جنيتي على حالك. بعدي من ورا الباب. شو لسه بدك تساوي جان؟ قلت لك بعدي من ورا هالباب. جان يلا افتح. جان خلاص العمى. جان ما عم بفهم ليش فتت على بيتي بهالطريقة. لأنه لازم تسمعيني، وهالمرة بدك تسمعيني غصب عنك. فتون شو اللي بدي اسمعه؟ ما بكفي اللي شفته على التلفزيون. جان فهمني شو بدك. فتون أنا ما عم بفهم، أنت ليش ما حضرت المؤتمر الصحفي للأخير؟ لك شو بدك كان يضل عم بتفرج على سعادتك العائلية؟ لك يا فتون أنا من شوي وبحضور ملايين الناس على الهواء مباشرة تركت رفيف، فهمتي؟ تركت لرفيف، ليش ما عم تستوعبي؟ عم قلك تركتها. إيه؟ قدام عيون العالم والصحافة والتلفزيون قلت إنه رح نتطلق، يعني ما عاد في وحدة اسمها رفيف بحياتنا بنوب. بس أنا ماني مصدقتك جان، ماني مصدقتك بنوب. إيه لا أنت كثير زودتيها هيك. Aşkımı bunun adı beni benden aldı. فتون ليش هيك عملتي معي؟ انت اللي خليتني اعمل هيك؟ نسيان انه ما بصير تعمل هيك وانت لساتك متزوج؟ ليكي فتون انا هذا الزواج ما بيعني لي اي شيء بنوب. بس انا كتير بيعني لي جان، اكيد بيعني لي. انا ما بقدر اكون مع رجال متزوج، عم تفهم علي؟ حتى لو ما كان بيعني لك انت متزوج. فهميني زواجي هذا على الورق، حتى لو كان على الورق انا ما بقدر جان، بعتذر منك. فتون انت معك حق بكل شيء قلتي، وانا بوعدك انه كل شيء رح ينحل. ارجع لعندي لما ينحل كل شيء، عم تسمع؟ بس تطلق رفيف، ما تحطني بمواقف صعبه اكثر من هيك لو سمحت. رفيف وينك انت؟
ليكني جاي لعندك. ممكن تطلع؟ لوين بدي اطلع فتون؟ انت اكتر واحدة بتعرف انا شو عملت وكله كرمالك. حتى لو هيك لساتك متزوج ولازم تطلع. لا ماني طالع، عملي اللي بدك اياه. جان والله مثل الاولاد عم تتصرف. اي نعم حكيك مزبوط، انا ولد. يا الله بده يجنني هاد جان. ليكي لا تعصبي حالك على الفاضي لانه ما رح اطلع من عندك، وكمان انا اخر شي توقعته بحياتي انك تضربيني هيك كف على وشي. لك جان يلا قوم خلصني بقى. ليكي فتون انا ما رح امشي من هون، وكمان بأقرب وقت رح أخلص وطلق. أنا حكيت مع المحامي وكل الإجراءات صارت جاهزة، خلصنا بالأخير. هي شافت ورقة من طج التوقيع عليها ومنخلص من هاللعوة. يعني ما عم بفهم ليش مكبرتيها كل هالقد. لا حبي ما بتصير هالقصص بهالسهولة بنوب. عيدي عيدي شو قلتي؟ قولي يا كمان يلا. ما بتصير هالقصص بهالسهولة. مو هي اللي قبلها، قوليها كمان يلا. بنوب. لا اللي قبلها. حبي. طالعة كتير حلوة من تمك حبيبتي، ارجعي قوليها كمان. حبي. جان أنا ما عم بمزح وعم بحكي جد. لبين ما تخلص ورق الطلاق تبعك لو سمحت ما بدي اشوف وشك. يلا ماشي. جان طلع بقى روح. قليل الأدب. ألو إياس بيك، أنا بطريقي لعندك مشان أعرف شو صار بدعوى الطلاق. كيف يعني؟ معقول الست رفيف لهلأ لسه ما وقعت وما بعتت لك أوراق الطلاق؟ ماشي أنا جاي فورا لعند حضرتك، يلا مع السلامة. وبعدين مع هي البنت بقى بدها تجيب آخرتي لسه. تعي ميسون تعي، هلأ بتنلوقي من الوقفة عندك. مو بقصدي آسفة، أنا كنت واقفة برا وسمعت حديثك أنت وجنبك. مو مشكلة ميسون، أنت مانك غريبة، صرتي من أهل البيت صح؟ إيه. بدي تسمعيني ولا تزعلي مني. كأنك قويتي الكف شوي. يعني هذا الرجال عشقان، يعني قلبه ما بيهدى بنوب. ميسون عفوا خلص سكتت، خلينا نتفرج. يلا ليكي ليكي إيه بلش. استني رح علي الصوت لنسمع. ايه علي. سنقوم بإعادة تصريح جانتي كين الصحفي بناء على طلب العديد من معجبينه. يا جماعة مثل ما بتعرفوا أنا ورفيف تزوجنا من فترة قريبة. بس هلأ وصلنا للنهاية وقررنا أنا وياها أنه ننهي هالزواج. أنا ورفيف رح نتطلق بأقرب وقت، ومشان أقطع الطريق على الإشاعات يلي كانت رح تطلع حبينا أنه تعرفوا مننا قبل أي حدا. أنا بتشكركم كلياتكم كمان مرة على حضوركم اليوم، شكرا. جان بيك إذا بتريد ممكن تعطينا من وقتك وتقلنا ليش حابين تتطلقوا. وأخيرا لك ابني حفيدي البطل. شفتي ابنك فضيحة؟ ما سارح الحدا وطلق قدام الكل؟ إيه زكي هالولد، طالع لجده. ايه طبعا طالع لجده، شكله حابب الطلاق وورتانه من المرحوم ابوه. بعد هالحركة الغبية اكيد مو طالع لي. هي فضيحة من كل النواحي، بتربي وبتتعبي وبتعلمي وبتعملي منه ممثل مشان يفضحك كرمال وحدة ما بتسوى فرنك. مديحة ليش بتضلي عم تبرري بحالك لك بنتي؟ ما في سبب عمي، ضايجة شوي. بعد اذنك رح روح على قطي اخبط راسي بالحيطان عكيفي. طيب يلا قومي. يلا كنت عرفان انك بطل واخيرا زتر هذيك الصفعه.
ماني قدراني. حاج تبكي لأنه البكي ما رح يرجع لك جان. شو بدك يعني أعمل؟ الحقير تركني على التلفزيون قدام كل الناس. أنا مالي مثلك مراد، بحس وعندي مشاعر. مفكرة أنا ما عندي يعني؟ وأنا انتركت كمان، بس كل واحد بطريقة. معناته أنسى كل شيء، وأنا رح أنسى لأخلص وسكر على الموضوع بقى. هالموضوع ما رح يتسكر بسهولة رفيف. ليش انت مفكر بعد اللي صار فتون رح ترضى ترجعوا لبعضكم؟ الموضوع مو برجعتي لفتون يا رفيف، افهمي. شو الموضوع لكان؟ ما ترجع لجان. مراد نحن تأخرنا على هذا الحكي، هلأ ما عاد فينا نعمل شي بنوب. فيكي تقولي انه هني ربحوا اول جولة، بس لسه ما خلصنا. طيب شو بدنا نعمل؟ انت اللي بدك تعملي هالمرة مو انا. ما رح تطلقي. وإذا ما طلقت شو بيصير وقتها؟ جان بده يكمل حياته مع فتون، وأنا وياك بنعرف هالشي. فتون ما بترضى تكون مع رجال متزوج. أنا بعرفها منيح، بعرف بشو عم تفكر. إذا أنت وجان ما طلقتوا ما رح يقدروا يكونوا سوا أبدا، صدقيني رفيف. الشي الوحيد اللي رح تعمليه، والشي الوحيد اللي بطلبه منك، إنه أنت ما تقبلي تطلقي، ما توقعي على أي ورقة، وما تقبلي تشوفي المحامي تبع جان. عم تفهميني؟ اللي حكيته كله مزبوط. يروح يحكي قدام مين ما كان، أنا ما بيهمني. بالنهاية لساته زوجي. هذا هو حكينا. يلا أنا رايح، ديري بالك. مراد أنت شو ناوي تساوي؟ معقول لسه لهلأ ما جابت لك الورقة موقعة إياس بيك؟ طيب أنت اتصلت فيها؟ نحن اتصلنا فيها كتير جان بيك. ايه؟ بس مع الأسف هي ما ردت على اتصالاتنا ولا رجعت اتصلت. لك شو عم بتحاول تعمل هالمخلوقة؟ يعني إذا رفيف ما وقعت على هاي الورقة بفهم منك ما فينا نرفع هالدعوة؟ إذا رفعنا دعوة طلاق من طرف واحد هيك رح نوقع بمشاكل يا جان بيك. فهمني إياس بيك، يعني إذا الست رفيف ما بدأ أنا ما رح أقدر إني أخلص منها؟ لا طبعا، من الناحية القانونية نحن فينا نرفع الدعوة، بس لما بيكون في قبول من الطرفين على هذا الطلاق ساعتها بيصير أسهل علينا بكتير إنه نمشي بالدعوة بسرعة يا جنبك. ولا تنسى كمان إنه حضرتك الطرف المعيل بهذا الزواج، وفي حال رفعنا دعوة من طرف واحد وإذا رفيف خانم ما وقعت على الورقة اللي بعتنا لها رح تكون مهمتنا صعبة كتير. أنا بعرف منيح شو الشي اللي بدي إياه، كل حركاتي صرت حافظهم. المهم إياس بيك، رفيف رح تيجي لعندك لهون وتوقع على هاي الورقة، انت استنى مني اتصال. رفيف فهميني بس شو مشكلتك؟ ها انت ليش لهلأ ما وقعتي على الورقة يلي بعت لك ياها المحامي؟ شو لسه بدك مني؟ قلت لك انا ما عاد بدي اياكي، ليش ما عم تفهمي؟ اسمعيني بقى، بدك توقعي على هاي الورقة وغصب عنك، لا تحاولي تلعبي معي. ها مين مفكر حالك لتقول هالحكي هاد؟ بس تعرف تحكي مثل الخلق والعالم، ابقى اتصل فيني. لك هاي شو مشكلتها معي؟ شو لسه بدها مني؟ تركيني أعيش مبسوط مع البنت اللي بحبها. أوي هي أول مرة بنحبس بالبيت كل هالوقت، من إمتى أنتي بصير فيكي هيك يا مديحة؟ شو بدي ساوي؟ راح استنى لتهدى أعصاب عمي من بعد القصة. بس شو بتكون عملت هديك الشقرة؟ مستحيل، ما راح اتحمل، بدي اتصل فيها هلأ. ألو كنتي كيفك؟ ما سمعت حسك اليوم، شو وضعك؟ وينك؟ شو أخبارك؟ منيح اللي فضيتي تسألي عن أخباري ووضعي آخر شي، من وقت ما ابنك فضحني على التلفزيون عم حاول هدي حالي. لا تحاكيني هيك رفيف، خليكي معي مؤدبة، أنا لساتني حماتك قدام الدولة والقانون لهلأ. مع أني ما بقدر كون جنبك بهذا الوقت لساعدك ونفكر بخطة، بس أنا قررت كون معك بأفكاري لوني بعيد. كيف يعني؟ ما فهمت عليكي. لك ركزي معي،
بنتي أنا مو قدران أكون جنبك بهذا الوقت، بس بشوية تفكير مني وشوية تخطيط صدقيني بتزبط كل أمورنا. كنتي احكي هالحكي قبل ما تتخلي عني وتتركيني، صدقيني أنا مالي بحاجة لا لتفكيرك ولا لخططك. بعرف منيح شو بدي ساوي. إيه لا، أنت هيك زودتيها كتير. ها شو معنات هذا الحكي يا حلوة؟ اسمعي مني، إذا بدك تشتغلي لحالك رح تخسري. بعدين أنت شو مفكرة تعملي؟ ما رح أطلق، شو بيطلع بإيدي أعمل أكتر من هيك يعني؟ هذا ما بكفي بنتي، اسمعي مني. لسه اليوم الصبح انفضحتي قدام كل البلد على التلفزيون، ليش ما بتعملي نفس الشي وبتفضحي فتون بنفس الطريقة وتخليهم يصدقوكي؟ في أفكار كتير حلوة براسي، لا تعاندي واسمعي شو رح قلك رفيف. كيف؟ ما فهمت عليكي، يعني بدك يعني افضحها على التلفزيون؟ شو بدي ساوي؟ ليكي اسمعيني منيح ولا تقاطعيني أبدا. تعرفي شو أول شغلة لازم تعمليها بكرة الصبح؟ Acıttığın kalbimle savaşıyorum yeterince. Keşke, keşke geriye dönsek sessizce. Ama keşkeler yetmez, biliriz ikimiz de. Aşk için, aşk için. يا قلبي إذا حنو ميسون، أنا رح أطلع رح جيب شوية تغراض وأرجع. ماشي استني شوي، أنا بروح بجيبهم عنك، لا تتعذبي. لا ميسون، على شو بدك تلحقي لتلحقي أنت؟ خليكي مع سمعو هلأ، أنا بجيب غراضي وبرجع، صارت الدنيا الظهر بدي لحق السوق. طيب خلاص مثل ما بدك يا خانم، روحي أنت. أخذتي القائمة معك؟ إيه أخذتها. إيه ماشي يلا. صباح الخير أعزائي المشاهدين. صباح الخيرات. حلقتنا لليوم مشاهدينا ميسون، شو نسيتي؟ أنا كم مرة قلت لك ما تفتحي التلفزيون وقت يكون سمعوا قاعد معك؟ لحتى تعرفوا شو مضبوط. محضر لكم مفاجأة. راح عن بالي ما تواخذيني أختي، هلأ بطفي. ماشي ميسون، لبقى تنسي. يلا بشوفي، مع السلامة. ضيفتنا بهذا اليوم انتركت وحيدة مغدورة حتى إن انهانت بشكل كبير، رفيف جوفينير تيكين. رفيف، بدي أتشكرك من كل قلبي إنك وافقتي تنضمي لبرنامجنا، هذا شرف كبير لإلنا. أنا اللي لازم أتشكركم لأنه أنتوا قبلتوا تستقبلوني بهذا البرنامج الناجح. شو اللي صار رفيف؟ خلينا نسمع القصة منك. أنا عشت ظروف ما لمنيحة، والشي اللي صار فيني ما حدا بيتحمله. مثل ما بتعرفوا، زوج رفيف خانم هو الممثل المشهور جان تيكين. جان تيكين راح وخطف طليقته من عرسة. معقول هالشي هاد؟ لا طبعا. خبرينا رفيف خانم شو اللي صار بالضبط، لو سمحتي وضحي لنا أكثر. نحنا من الأول كنا كتير مبسوطين مع بعض. أصلا جان من وقت اللي كنا صغار كان هو بيحبني. بعدين
فتون دخلت فجأة بحياتنا، ومثل ما بتعرفوا مراد اللي كان رح يتزوجها، وطبعا هو رفيقنا من زمان. شو؟ ايه معقول هالحكي هاد؟ ضلوا معنا مشاهدينا لنسمع ونشوف. هلأ قصتي باختصار شديد، كنا أنا وجان ومراد رفقات من وقت اللي كنا صغار. أنا وجان تيكين كنا منحب بعض، مو من هلأ، من زمان، وبالأخير تزوجنا مثل ما حضرتكم بتعرفوا. نحنا عن جد كنا مبسوطين لحتى فتون إجت ودخلت على حياتنا فجأة. صحبتنا نحنا ومراد صارت كتير محدودة، وحتى عائلتنا تأثرت كمان، يعني كلنا عشنا الوجع والألم وصرنا مغدورين، وكل هاد صار معنا بسبب البنت اللي اسمها فتون. كل شي صار من تحت راسها. تمام أعزائي المشاهدين، أنا لازم أجيب لحمة. رفيف خانم وتجربتها صعبة. صباح الخير عمو أوسكان، بدي كيلو لحمة مفرومة للطبخ، وبدي إياها تكون ظريفة مثل العادة. شو جابها هاي؟ ما ضل في خجل بنوم؟ خلي عندك شوية احترام عمو أوسكان، شكلك عم تحكي مع حالك من كتر الضغط. عمو أوسكان، يا ريت تعطيني طلبي لحتى أمشي، أنا مستعجلة. ما عندي لحمة. كيف ما في لحمة عمو؟ ما ضل عندي. كيف ما ضل عندك عمو أوسكان؟ البراد معبى باللحمة. شو يعني أنت مانك ناوي تبيعون؟ بلا، بس إليك ما بدي بيعك. شو صاير لك عمي؟ ما توقعت إنك تعملي هيك عملة فتون خانم. شو عملت؟ فهمني شو؟ شو عم يصير معه لهذا الزلمة كمان؟ عمو أوسكان أنت منيح؟ آه؟ وبعدين معه؟ اللي زمان ما أخذت من عندك بالدين، فهمني شو قصتك بقى؟ ما بدك ترد علي كمان على راحتك؟ إيه؟ والله أنا ما كان ناقصني غير اتبهدل من اللحام تبعي كمان. على الأغلب صاير معه شي حرام. عمي سليم صباح الخير. خالي سعاد كيفك؟ صحتكن واموركن منيحه؟ كل ما عم تكبري عم تحلي خالي. عمي سليم بدي كليين تفاح وكليين انجاص لو سمحت. الميزان منزوع. كيف يعني؟ وزلي كليين لو سمحت. تكرم عينك اختي. عمو سليم مو قلت لي الميزان منزوع؟ بلا هيك قلت لك، ليكو منزوع. عم تمزح معي؟ لك شو صار لكم؟ كلياتكم اليوم متفقين توقفوا بوشي معقول؟ عمو أوسكان مدري شبه، وانت كمان نفس الشي. لك أنا شو عاملة معكم؟ حدا يجاوبني شو عاملة؟ والله جننتوني. قلنا يتيمة واعتبرناها بنت إلنا كل الوقت، وكنا مفكرين قلبها أبيض، بس طلعت واحدة مخباية بتيابها. أنا ما توقعت تكون هيك أبدا، فاجأتني. صار لي زمان بعرف له البنت، عن جد ما عم صدق. ليش مين كان بيتوقع يطلع منا هيك؟ يلا بخاطرك اخي. شكرا لك بعد الفاصل. المحل محلك. ضيفتنا بهي الحلقه ضيفتنا هي رفيف غوفينير تيكين، ورح نسمع منها سوا كماله قصتها ومعاناتها. رفيف، بعد ما سمعنا كل شيء مرقتي في حضرتك وحسينا قديش تعذبتي، احكي لنا شو اللي صار كمان. والله هالمرحله مو سهله بنوم. تقدروا تتخيلوا انه يلي بتكون طليقه زوجك تجي وتسرق زوجك من إيديكي؟ مستحيل إني صدق. مين بيعمل هيك غير المرأة المريضة؟ لو كان بده ياكي كان تزوجك إليك، ما كان راح وتركك هيك. غلطانة شي؟ ليش عم تنزعي حياة غيرك؟ بأي حق؟ بكية، أنا معك بكل حرف عم تقولي، لأنه يلي مرق علينا كتير صعب. جان بصراحة قلبه كتير طيب، وهي قدرت تستغل طيبة قلبه منيح. ضحكت عليه، هديك اللي اسمها فتون لعبت بعقله، كل شي صار معه من وراها. صدقيني هي أصل البلا كله. يا روحي انتي، الشي اللي عملته عن جد عيب وما حدا بيقدر يتقبله. ولا أنا غلطانة؟ أبداً. حبيبتي رفيف، انتي لازم تكوني قوية كتير من جوا، ولك اليوم بهالحلقة كل واحد بالبلد عرف كل الموضوع وعلى حقيقته. مين يلي معه حق ومين الغلطان؟ الكل صار يعرف. لو سمحتي طولي بالك رفيف خانم. لك مو هي هي نفسها؟ لك ايه والله هي نفسها. لحمة ما عاد حدا استحى. ايه معك حق.
رفيف؟ ابكي حبيبتي وارتاحي، مو سهل بنوبيا اللي بريتي فيه. أعزائي المشاهدين، وصلنا هلا لنهاية حلقة اليوم من برنامجنا، وبعد هالحلقة الطويلة هي بدي أتوجه بالشكر الكبير لضيفتنا رفيف جوفينير تيكين بعد اللقاء المليان حزن وعواطف. شكراً كثير لوجودك طلعي. وبتشكر صدق مشاعرك وصراحتك معنا. رفيف، في شي بتحبي تقولي ككلمة أخيرة ببرنامجنا؟ بدي أقول كلمة أخيرة، أنا بحب زوجي جان كتير وما رح أتخلى عنه. ممكن تحكي هذا الشي قدام الكاميرا؟ جان، أنا بحبك كتير وما بقدر أعيش من دونك، وإنت رح تضل زوجي، وبدي أقول لفتون اطلعي من حياتنا. أنا كمان متأكدة إنه جان تيكين رح يحط حد ونهاية لهي العلاقة المعقدة كتير، ورح يرجع جديد ليوقف جنب زوجته. طلعي من حياتنا ولا أنا سمعت غلط؟ وذكرت اسمي كمان؟ يعني أنا المقصودة؟ مديحة خانم، تعي ناجية تعي، وقفي معي بهاللحظة التاريخية. أي لحظة تاريخية قصدك مديحة خانم؟ اللحظة التاريخية اللي صارت من شوي. ما عم صدق، والله كبرت وسبقتني وأنا مو دريانة بنوب. لو مو أنا صاحبت الفكرة كنت عن جد صدقتها، مو معقولة. هلأ فيك تقولي عائلة تيكين كسبت كنة شقرة وقوية غيري أنا، حبيتها منك يا حبيبتي. شو عم بيصير هون؟ ولا شي عمي، أنا مشاعري ملخبطة شوي، وكنت عم بشرح هالشي لناجية. من جهة أنا فخورة ومن جهة متضايقة، يعني كيف ما كان رح أخسر لقبي ورح سلم المنصب تبعي، مو سهلة. لك أنت عن شو عم تحكي مديحة؟ ليش أصلاً شو كنت عم تشوفي؟ نهاية العصر الذهبي عمي. شو؟ اطلع بكنتك اللي قدامك منيح، لأنه عصر الذهبي خلص. هلأ هي استسلمت وسلمت الراية للأحسن، صرت كنة بيت وبس، وخانهم بعيلة تيكين مو أكتر. مديحة فهميني شو صار لك ساعة متخبصي؟ أنا عن جد شو كنت عم خبص؟ ما قطعت 30 لحتى خرف، شو صاير فيني؟ إيه عمي أنا مليت كتير، بترجاك اسمح لي اطلع على الطريق بس شوي. شو هالحالة؟ هداك المخلوق الأشقر رح يصير أحسن مني وأنا لساتني قاعدة هون؟ بدي شوف العالم، ما عاد اتحمل القعدة، بدي أحكي على هي وهي ونم عليهم. لا مو على كيفك، كل القصص هي ممنوعة عنك، ما في روحة. يلا علي نشوف، كنت أحسب الحساب قبل ما تدخلي لهذاك السخيف ناشي على البيت. مديحة مدوحتي يا قلبي، انت اشتقت لك، اشتقت لريحتك. كيف هيك عملتي فيني؟ كيف قدرتي تقسي علي وتقلي لي ما عافيه؟ انا ما قلت لك ما بيصير تبكي وتنوح على حدا من غير اذني يا حبيب قلبي؟ انا قلبي عم يوجعني يا امي من الجوع يا روحي. أنا قمت وعملت لك شوربة بندورة من تحت إيدي، هدول اشربها وبترجع مثل الحصان وأحسن من الأول بكتير. أمي أنا ما بدي أتحسن، فهمتي علي ولا لا؟ أنا بس بدي مدوحتي. لك شبك لسه مخك عند هديك البقرة؟ أنا رح جيب لك واحدة أصغر وأحلى منها، صدقني يا ابني. لك أنت كان عندك جرامين عقل براسك بس شكلهم طاروا. يا أمي ليش ما عم تفهمي علي؟ أنا بحب لمدوحة. ناجي كل خلصني. بدي مدوحة. ما عم صدق، بعد كل كذبة وعمايلة عملت فيني، الناس كلها عم تعاملني كأني وحدة ماني منيحة وخربت بيوت كمان. أنا شو عملت لأستاهل كل هذا الأذى؟
وهلأ جان بس دقيقة رح لاقي العقد. ليكو هاد هو عقد أول اتفاق لحملة دعائية لألنا. أنت هلأ بتوقعلي عليه لحتى نقول مبروك علينا وعليك، وإن شاء الله يكون فاتحة خير. استني شوي بس لأقرأ بالأول. جان شو بدك تقرأ؟ صرنا عاملين مع بعض 100 عقد مثل هذا من قبل. خلصني. طيب. ألو نعم فتون. ألو جان. شو في فتون؟ ليش عم تبكي؟ رفيف فضحتني بكل البلد جان، ما حدا من العالم رضيان يحاكيني أو يطلع بوشي. فتون فهميني، ليش ما حدا من العالم رضيان يحاكيكي ويطلع بوشك؟ ما بتتخيل قديش بشع الموقف يلي أنا فيه هلا. جان أنا ما بتحمل هذا الشيء، ما بتحمل. عم قلك ما حدا من الجيران رضيان يتعاطى معي. طيب فتون روقي شوي، طولي بالك، احكي لي من الأول شو عامل رفيف. احكي جان، بدي تقول الحقيقة. أنت رفعت دعوة طلاق على رفيف ولا لسه؟ رفعت فتون، أنا رفعت الدعوة. لا تقلقي أنتي، مشي الحال. قولي لي وينك ودقيقتين وبكون عندك، ما بتأخر. لا ما بدي أشوفك بنوم. هالبنت رح تجنني. شو بدها تكون مخبصة لحتى مخلي فتون تبكي هيك؟ وقف وقف، تعال شوف شو عاملة. تفضل. بحب زوجي جان كتير وما رح أتخلى عنه. جان أنا بحبك كتير وما بقدر عيش من دونك، وانت رح تضل زوجي، وبدي اقول لفتون اطلعي من حياتنا. لك هي شو عم بتخبص؟ شو عم بتقول هنادي؟ انت كيف بتسمحي لهم يعرضوا هيك شيء؟ لك شو هالمسخرة جان؟ انا ما فيني اتدخل بالقناة. كيف يعني ما فيك تتدخلي؟ ما بتعرفيهم لهدول الاغبياء؟ اتصلي وبهدليهم على الاقل. جان هدول الاغبياء وين ما في مصيبة هنن بيركضوا لعند، على اساس ما بتعرفهم؟ برايك رح يردوا على وحدة مثلي انا؟ راسي منه ومن مصايب، انا لازم روح شوفها وحط لها حد. ما فيك تروح على محل. وقف هنادي تركيني. لو سمعتي صوت هالمسكينة وهي عم تبكي على التليفون رح تجن بعد شوي. انا ما عم بقول لك ما تروح، بس مو انت وبهي الحالة. رفيف ما أنا غبية، كل ما ضغطت عليها أكثر رح تطلع لكم بمصايب أكبر. شو بك؟ طيب شو بدك يعني أعمل؟ ها؟ ليك بدي تروق ماشي؟ كون رايق شوي، بكفينا فضايح، حاجتنا بهدل قدام العالم بقى. حاولوا تتفاهموا مع بعضكم بهدوء بيكون أحسن.